حبايبي، زي ما وعدتكم 3 دقايق اقولها لكم قطيات. عاوز اكلمكم النهاردة عن صليب القيامة. عارفين حرف اليوتا باللغة القبطية وايضا في اللغة اليونانية بداية كلمة ايسوس، يعني يسوع المخلص. الاباء استخدموا حرف اليوتا في رسم صليب القيامة. عارفين حرف اليوتا؟ يعني بيبقى كده اهوت، ادي حرف اليوتا. الفرعين اللي فوق دلوقتي يعني تزيين للحرف، وكمان كده يوتا رأسي ويوتا عربي. بس احنا بنيجي نشوف في كل مرة، او يعني احيانا نلاقي في الصليب فوق الحرف هنا في زي كورة كده او دايرة، وهنا برضو، وبنلاقي هنا برضو، وهنا كمان. ايه الموضوع ده؟ الموضوع ده ليه معنى، من حيث ان المنظر ده بيمثل المسيح القائم من بين الأموات. آدي راسه وإيده اللي مرفوعة لفوق، وكل فرع بيمثل المنظر ده، المسيح القائم من بين الأموات. آدي راسه وإيده المرفوعة، وهنا كمان وهنا كمان. ده معناه إيه؟ معناه إن الآباء بيقولوا إن في الصليب القيامة، وإن فداء المسيح لم يتم ولم يستكمل إلا بقيامته. ورغم أن الصليب يحمل الموت، ولكن أصبح يحمل قيامة ربنا يسوع المسيح لا كل المجد. وأحيانا كمان يقعدوا يزخرفوا المنظر ده، يعني يجوا يرسموا الصليب كده كده وكمان كده وكمان كده، شايفين؟ ويقعدوا بقى إيه، يزخرفوا الصليب من جوه، لأن هو بيحمل معنى جميل، وهو قيامة ربنا يسوع المسيح لكل المجد من بين الأموات. شايفين كده؟ بيقعدوا يزخرفوه بزخرفة تمثل الجواهر أو اللآلئ لأجل كرامة الصليب، وبرضو يحطوا دايرة هنا ودايرة هنا ودايرة هنا، أو زي كورة كده ودايرة هنا، بتمثل رأس المسيح وإيده المرفوعة لفوق، بيعلن لنا قيامته من بين الأموات. والصليب أصبح رمز للقيامة وللرجاء وللفرح. شكراً.